دول عيلة كويسين. كات هات لي يا ابني الممثلين وهم لسه بلبس المشهد كده، خلينا نصورهم عشان نقلب الافيش ونخلص. ايوه كده، الله يبارك لك. انا شايف ان لما يكون الفيلم كوميدي ممكن اتغاضى عن بعض التفاصيل اللي هتخلي المشهد حقيقي وواقعي، لان جزء من الكوميديا قائم على الهزل، فالافيش برضو لازم يطول جزء من الهزل ده، بس في نفس الوقت ما يبقاش عك واي كلام وخلاص. وفي الاخر دي وجهة نظر شخصية. كايجابيات فهم مش كتير، بس ممكن اقول ان من الايجابيات ان هو هادي، الوانه مبهجه، وحاجه زي دي مناسبه للفيلم والجو بتاعه. وكمان ممكن اقول ان اسم الفيلم مكتوب بطريقه كويسه ولطيفه لكن فيها استسهال شويه. اما السلبيات في الحقيقه حاولت اختصرهم عشان الفيديو ما يطولش، لكن الافيش ده هو الاستيريوتايب بتاع الافيش الحديث المتكروت اللي مفهوش بتلاته مليم فكره. افيش معتمد بنسبه 99% على الصور الفوتوغرافيه، في بجنين فوتوشوب ما بين تركيب احمد فتحي على جسم كزم وتغيير الخلفيه والريتاتش. ودلوقتي هتكلم على حاجه انا ما اتكلمتش عليها قبل كده، اللي هي الاحجام والنساء. فسريعا سريعا سريعا، محمد مكاوي اكبر من بيومي فؤاد، بيومي فؤاد اكبر من شيرين رضا، ومحمد مكاوي اكبر من الاثنين، عمرو وهب اكبر من جيلان علاء، وجيلان علاء اكبر من حسين فهمي، ولو فردت كف ايديها يبقى قد راس طارق عماد. اسماء ابو يزيد اكبر من طارق عماد، والمفروض هما الاثنين في مستوى واحد، واحمد فهمي دايس على رجل احمد فتحي. مستغرب ازاي حسين فهمي وافق يتحط قد كده في الافيش واحمد فهمي يبقى اكبر منه، حتى لو احمد فهمي هو بطل الفيلم اللي هيقعد يتصنع العبط والجهل طول الفيلم زي مسلسل ريح المدام عشان يجيب ضحك، لكن برضه حسين فهمي ليه اسمه وليه تاريخه. للاسف الظاهره دي حصلت في افيش فيلم ليله هنا وسرور، فبنشوف فاروق الفيشاوي محطوط صغير ومهمش. انا اذكر فيلم الخادم واول افيش نزل له كان فيه صوره فريد شوقي ومش مكتوب اسمه، فاتصل بعادل حسني المنتج وقال له انه زعلان ان اسمه ما اتكتبش، على الرغم ان ما كانش فيه اسامي ثانيه على الافيش اصلا، وصوره فريد شوقي كانت كبيره على الافيش، الا انه زعل برضه ان اسمه مش مكتوب لحد ما الاسم اتكتب، وبالتالي كتبوا بقيه اسامي الممثلين. فشوف من ايه دلوقتي وصلنا لايه. الخلفيه بسيطه زياده عن اللزوم، سكيل الطيور عايز يصغر عن كده، لان تخيلتهم قربوا من الممثلين هيبقوا اقرب للحدايه، ومش فاهم هل البقع دي سحاب يعني. انا اول مره اشوف سحاب كده من ايام افيش فيلم كارما. اللي لفت انتباه الجوهره دي في الشبه بوسترات التشويقيه اللي نزلت للفيلم، الجوهره متركبه غلط، والمفروض صباع احمد فهمي يبقى وراها مش قدامها، كمان هو قصده تبقى متوهجه، فعمر التوهج ما بيتعمل كده. الغريب ان نفس المصمم غلط نفس الغلطه في افيش ليله هنا وسرور، وافتكر ان فوانيس العربيه كده متوهجه. في النهايه الافيش معدي بالمقاييس التجاريه، يستاهل الحرق بالمقاييس الفنيه، بس ده ما يقللش من المصمم المحترم اللي اشتغل على الافيش، وان شاء الله اللي جاي احسن. لو ما زلت لحد دلوقتي مهتم بالمحتوى فاعمل سبسكرايب في اليوتيوب، لو بتشوفنا من الفيسبوك فاعمل لايك لصفحة الفيسبوك، ولو عندك اقتراح قوله في الكومنتات، وشوف الفيديوهات دي، وشكرا جزيلا.